بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بيكم. والدرس رقم 36 في الأوتلوك، وإزاي أرد على الميتنج ريكوست. لما بتجيلي رسالة نوعها ميتنج بتاخد شكل مختلف شوية، دي علامة الميتنج ودي علامة إن في ريمايندر مرتبط بيها، في إيفنت، والإيفنت ده هيتسجل وهيبقى له ريمايندر كمان. لما بقفل رسالة بيبقى عندي أربع اختيارات، ثلاثة بيظهروا باي ديفولت اللي هو إن أنا بقبل الدعوة أو أرفضها وأقول إن أنا مش متأكد، ثلاث اختيارات أكسبت decline tentative، والاختيار الرابع اللي بيبعت الدعوه هو اللي بيتحكم بيه، هل انا من حقي اختار موعد مختلف؟ الدعوه دي ان في ميتنج، في اجتماع يوم الاحد الساعه 11:30 للساعه 2. لو انا موافق على اليوم بس عايز اقترح ميعاد ثاني فبعمل حاجه اسمها propose new time. سواء عملت propose او accept او decline عندي مجموعه من الاختيارات، ان انا ابعت الرد فقط او ان انا ابعت الرد ومعاه رساله، يعني انا هوافي على الدعوه بس عايز اقول له شويه معلومات، فلما بدوس على edit بيطلع لي رساله، الرساله دي مضمونها yes I will attend، لكن انا اقدر اكتب اللي انا عايزه. في propose new time decline انا مش هقدر احضر الاجتماع الا لو الوقت اتعدل، decline and propose new time، بيطلع لي calendar ده الوقت اللي متحدد حاليا. الكالندر اللي ظاهره دي هي الكالندر بتاعتي عشان اقدر اشوف نفسي انا مشغول امتى، فاقدر احدد نوع مختلف، يعني نبدا 2 بدل ما نبدا 11 لغايه 4:30 بروبوز تايم، فده النيو تايم، ده الوقت الجديد اللي انا هسمح بيه، ده الوقت اللي كان مقترح من 11:30 ل 2، انا بقترح ان يكون من 2 ل 4:30 وبكتب اللي انا عايزه وبعمل سيت. تعالوا طبعا دي الطريقه البروفيشنال واي للرد، ما ينفعش ترد على الميتنج ريكويست عمل ريبلاي، الصح انك تختار حاجه من هنا، وما ينفعش برضه تقول له اكسبت بس دونت سنت، سجلها عندي في الكالندر بس ما تقولش اللي عامل الميتنج. بزنس وايز لازم تعمل اديت وتكتب لو انت عندك اي سؤال عن اي معلومه، ما عندكش اي سؤال وهتحضر مباشره بتعمل سينز ريسبونس. تعالوا نشوف ازاي ممكن نتحكم في ظهور هذا الاختيار من عدمه. انا هعمل نيو ميتنج، اقدر من الريسبونس اوبشن الغي الاوبشن بتاع allow new time proposal. تعالوا نجرب كده، ادي الميتنج ريكويست وصلت على الايميل الشخصي ما فيهاش الاختيار الرابع اللي اسمه propose new time، فيها بس accept tentative وdecline. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب.